اهلا بيكم واهلا بكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي. انضم لي سريعا الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. مبروك يا كابتن سيد النهارده. يمكن النادي الاهلي بيستمر في سلسله الانتصارات، تلاحم المباريات، ويمكن كسبانين خمسه بيبقى في تخوف اكيد من المباراه اللي بعديها لما بتوصل للتوب فورم بالنسبه للعيبه. بتشوف الجيم النهارده ازاي يا كابتن سيد بالنسبه للمباراه؟ طبعا الحمد لله، يمكن مباراه مهمه جدا بالنسبه لنا، مباراه قويه كمان تسيدناها بكل من بدايتها لنهايتها باستثناء السبع ثمان دقائق الاخيره، وده برضو من الدروس اللي ممكن تستفاد منها. يعني في سهل جدا يبقى المباراه بعد ما اتفتحت بالجول التالت بتاع اجاي، كان ممكن يبقى في جول تالت ورابع كمان، لكن في النهايه هي دي الكوره. طبعا بحيي برضو اللعيبه على المجهود. انت لاعب من 48 ساعه مش من اكتر من كده، وبعد 48 ساعه هتلعب، يعني في ست ايام انت بتلعب ثلاث مباريات وكلهم في غايه الاهميه، سواء كان على المستوى الافريقي او المستوى المحلي. لكن خلاص، يعني انت بتقفل الصفحه بقى خلاص، لان انت كمان عايز توصل للي انت بتطلبه وبتسعى ليه، وان شاء الله الرحمن يتحقق باذن الله. محمد هاني عايزين نطمن عليه برضو. بشكل عام النهارده الجيم كان قوي، لكن هل في اي اصابات بالنسبه لعيبه النادي الاهلي النهارده؟ محمد هاني الحمد لله هو يعني كرامب في الخلفيتين، وده وضعه طبيعي زي ما قلت لك. يعني انت بتلعب من 48 ساعه، وخصوصا البوزيشن كمان بتاع محمد هاني يعني كباك رايت يعني، لكن الحمد لله ما فيش حاجه. الحمد لله زي ما اكدت يا كابتن سيد وقلت انت، يمكن تلاحم المباراه بكره تمرين، بعده تمرين، معسكر، ثم بعد كده سفر الى تنزانيا. لا المعلومه يعني هو بكره تمرين وبعده معسكر. بالظبط كده. شوف التلاحم ده ازاي، وبكلام من نفسي والتعامل ازاي، ومستر مارتن بيتعامل ازاي كمان مع كابتن سيد مع اللعيبه. خلاص انت عندك هدف يعني، وطالما الهدف كبير ومهم اعتقد ان مهما كان التعب بيهون عليك. يعني طول ما الهدف كبير قوي بتحاول ان انت تسعى له، فبالتالي مهما كانت الصعوبات او التعب فبتتغلب عليه ان شاء الله الرحمن. اخيرا يا كابتن سيد، يمكن زي ما بنتكلم على الفريق للنادي الاهلي واستعداداته الخاصه، بتشوف الفتره اللي جايه ازاي مع البطوله الافريقيه، والنادي الاهلي بياخد خطوات ثابته للامام في البطوله الافريقيه بالتحديد يا كابتن سيد؟ انت ماشي في الطريق بتاعك زي ما قلت لك، انت فبراير ومارس في منتهى الاهميه بالنسبه لنا، عندنا عدد مباريات مهمه قوي مع افريقيا، مع البطوله المحليه، فان شاء الله الرحمن نحقق اللي احنا عايزينه باذن الله. حرص على سان بيترو سبورت؟ يعني هو المفروض على استاد السلام، لكن يعني لو في اي تغيير بس يقولوا لنا حتى نختار من الملاعب يعني ان شاء الله. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره. كابتن